العربي لتعزيز الصدارة استقبل خيطان في المنصورية. خيطان يعاني من غيابات وصلت لتسعة لاعبين، ومساعد مدرب الفريق محمد سلمان قدم استقالته قبل هذه المواجهة. سعد الفضلي أدار المباراة التي توقفت قبل أن تبدأ. هذا خطأ، وطبعا الخطأ وارد، الخطأ مو بس على اللاعب ولا على الجولتي، ولا خطأ حتى من إداري، خطأ منه، فهذا وارد يعني عادي. فصار في خطأ أن لون إدلاق نفس لون إدلاق الحكم، وغيرنا من الأسود إلى الأحمر. البداية كانت عرباوية، الأخضر فرط بفرصة ذهبية، بندر السلامة لم يستقل الخطأ وسدد خارج المرمى. خيطان بادل العربي الهجمات وكاد أن يفاجئ الأخضر ويسجل في مرماه، فرصة ضاعت على خيطان لا تضيع. العربي هو من سجل هدف المباراة الأول عن طريق الهداف عدي الدباق. شهية العربي مفتوحة لتسجيل مزيدا من الأهداف، السنوسي الهادي يسدد من بعيد. خيطان لم يرفع راية الاستسلام، عن طريق نجمه الشاب فواز مبيلش كاد أن يسجل التعادل. بندر السلامة ليس بأحسن أحواله، تسديدته ذهبت لأحضان فهد لدعيج. سعد الفضلي أعطى دقيقة واحدة بدل الضائع وأنهى شوط المباراة الأول. أفضلية نسبية للعربي على خيطان في شوط المباراة الثاني. بداية الخطورة جاءت بتسديدة من بعيد لعيسى وليد. تسديدة السنوسي الهادي تحولت لضربة ركنية، وكان للعربي ما أراد. أحمد إبراهيم بالمتابعة عزز من تقدم فريقه بهدف ثاني. محاولات خجولة من خيطان لم تشكل خطورة على مرمى سليمان عبد الغفور. البديل حسين الحربي بالمهارة الفردية حاول أن يضيف الهدف الثالث الذي جاء بتمريرة من سليمان العوضي للهداف المحترف عدي الدباق الذي أضاف الهدف الثالث للعربي، لتنتهي المواجهة بفوز عريض العربي بثلاثية دون رد. العربي كاسب 3 نقاط وثلاث أهداف، وبعض الجماهير غير راضي على الأداء بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجماهير من حقهم، يبون يستمتعون، يبون يشوفون فريقهم، يبون يطمنون على الفريق، بس لازم يعرفون شيء واحد، الجماهير يعني لازم يعرفون ان الفريق قاعد الان يعني مثل ما نقول احنا في المقدمه، زين، ماني قايل متصدر، اقول في المقدمه. ف اي مباراه يلعبها الفريق راح يلقى فيها صعوبه، ما راح يلقاها سهله، وما راح تفوز بهالسهوله. فانت انا ممكن العب واعطيك عارض من اروع ما يكون، وبالتالي يا طالع متعادل ولا خسران، شنو استفدت انت من عرض اللي انا قدمته لك؟ خلني انا اخذ 3 نقاط الاهم، وخلني امشي لقدام، وخلي العرض مو مشكله، هذا دوري. ادينا نفس مباراه سالميه، ادينا وقاعد نوصل للجول، بس ما في الفنش، يعني يمكن احنا ناقصنا الفنش. ان شاء الله نشتغل بالفتره الجايه، عندنا الحين فتره ان شاء الله نعدل اخطائنا، سواء الفنش او الاخطاء الثانيه. وغير هذا راح نرد في لاعبين مو موجودين بالفريق، اصابات، ايقافات، فان شاء الله يعني بالفتره الجايه نرد على قولتهم، نستجمع قوانا مره ثانيه ونرد ان شاء الله للمنافسه. اليوم شفنا حتى لبسك انت كحارس مرمى مقارب نوعا ما للاعبين، ما عندك لون اخر؟ والله احنا محصورين على لونين صراحه، لون برتقالي ولون فوسفوري، فعلى حسب الفريق اللي ضدنا. وهذه طبعا قرارات يعني الاتحاد مو احنا، يعني انا لو بيدي راح البس اسود كل مباراه اسود. قطار الأخضر يعبر محطة خيطان بنجاح ويبتعد بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه. لبرنامج الديربي، خلف العنزي.